اليوم نحن بالتعاون مع أرزاك عم نقدم سوليوشن حقيقي للأوبريتورز، يعني لأرباب العمل أو للشيفز، لحتى يوصلوا للنتيجة المرضية اللي هني بدهم إياها. طبعاً إحنا بنواجه كثير من التحديات في موضوع سلسلة التوريدات والسبلاي. الشركة منصة أرزاك بلس وفرت لنا موضوع اللي هو الجهد اللي نبذله بالسورسينج للماتيريال، خصوصا لما تنقطع بعض الاصناف اللي احنا نتعامل معها بشكل مباشر. أرزاق بارتنر رئيسي في وصول البراند تبعنا للكاستمرز، المطاعم، للامور كذا، دائما هي بتكون هدف رئيسي في توصيل البرودكت تبعنا للكاستمر تبعنا. أرزاق منصة يعني منتشرة ما شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي، بيجي لي كتير اعلانات عنها، فحبيت ان انا اتواصل معاهم ان احنا نكون شركاء في تعريف العملاء بالبراند وبالعلامه التجاريه باديه. We are dealing with Arzak company and we have a good reviews with them and inshallah in future we will keep trying to have a good collaboration. احنا كأرزاق بلس بنخدم صاحب المطعم بنسبه تعادل ال 95% من جميع المنتجات. أرزاق بلس ماركت بليس يغطي 50 مدينة بالمملكة، عندنا ويرهاوس بالدمام، بالرياض وبجدة، نغطي المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، نغطي كذلك 50 مدينة بالمملكة. أرزاق هي المصدر، أرزاق توصلك في المصدر، أرزاق بلس هي المصدر، أرزاق بلس إحنا المصدر، أرزاق بلس هي المصدر إن شاء الله، أرزاق connect you with the sauce، أرزاق بلس نوصلك بالمصدر.